الو، اهلين، مين معي؟ ايه اهلين، مين معي؟ لك اهلين سوزان، لك شو هالمفاجاه الحلوه؟ صار لك زمان ما دقيتي لي، شو القصه؟ انا لا ما فيني شي، سليمه 100%. حمى ملطيه؟ لك لا، هاي إشاعة بتعرفي، يعني نجمة ومعروفة كتير، بدون حكى عني إشاعات. شو بدك تساوي، ضريبة شغلنا. كيف؟ لك تسلمي لي حبيبة قلبي، لك شكرا شكرا كتير لاطمئنانك. يلا باي باي. ميديا؟ ميديا كيف ما بتقولي لي انك تعبانة كتير؟ معقولة بتخبي علي هيك قصة وبتقوليها لهزار؟ يعني نحن آخر العالم؟ حبيبتي ماني تعبانة، بالعكس أنا كتير 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 سليمة. لكن كيف رامي قالت لي إنك تعبانة كتير وإنه وإنك شو؟ وعم بودع كمان ما ميديا. ليش عم تضحكي؟ طمنيني بس، قولي لي شو في. حبيبتي لأنه هزار عملت لي علي وأكتر، يعني بتعرفي مثل وكالة أنباء. إيه ثواني أنا حأفتح الباب. أخيراً بلشت الدنيا تضحك بوشي، يا سلام. يخرب بيت قلبه هالقدري، لك عم يفاول علي، جايب لي ورد أصفر مثل بيجيبوه بالجنازة. بتعرفي يا ميدو، والله طلع لك كثير محبين ومعجبين، يعني وين كانوا وقت ما كنتي بصحتك؟ إيه، كش برا وبعيد للشبن، لساتني بصحتي. شو عم تفاولي علي انت التانية؟ لا حبيبتي، بعيد الشر عن قلبك. ليكي ليكي، ما عاد لحقت شحن للموبايل من كتر المعجبين، قصدي من كتر اللي عم يطمنوا عليكي. الو، اهلين. مين؟ اهلين استاذ عبد الله. لا لا لا، يعني هو بيتعب شوي وبرتاح شوي. دور لإلي؟ 190 مشهد بطولة؟ عم تحكي جد؟ لا لا، ما عندي شيء هالفكرة أبداً، بالعكس متفضاية. إيه خلص، لكن أنا بانتظار تليفونكم. طبعاً طبعاً أنا بمرق على الشركة. لا لا، مو لهالدرجة، لساتني قدرانة أمشي. شكراً كثير أستاذ عبد الله، شكراً لاطمئنانك. مع السلامة مع السلامة. بدهم يلحقوا لي يصوروا لي مسلسل، لانه معتبرين خبر وفاتي، طبعا بعيد الشر بعيد الشر عني، اكبر دعايه للمسلسل. اسمعي بقى، اخر اعمال النجمه الظريفه اللطيفه الراحله ميديا اسره. ميديا؟ يا نجمتنا انتي، انتي فعلا 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 هون ولا فيوز، فعلا العقل زين. الو، اهلين امي. امي شبكي؟ ليش عم تبكي؟ ابوي فيه شي؟ اخوي انتي فيكي شي؟ ما قلتي لي شو صار معك بالشغل بالمجله اليوم؟ مشي الحال، وان شاء الله رح بلش شغل من بكره. منيح كتير، هذا خبر حلو قدام الخبر اللي مطلعته على حالة ميديا. شو هالإشاعة؟ لك ايه، اليوم سألوني بالمجلة، قالوا لي انه شو طالع عليها إشاعة انه هي فايتة بكوما، مدري غيبوبة. غيبوبة؟ غيبوبة شو؟ عم بيقولوا انه حياتها كلها تم قضيتها باللهو والمجون، يعني انه شي دخان شي كحول، هيك سمعت. اوف، شو هالحكي؟ لك عن جد ما في شي، خلاص خدي نور طمني. مين؟ أمي. شو مش على نفس الموضوع؟ ألو، أهلين خالة. ميديا؟ لا ما فيها شي. لا خالة لا ينشغل بالك، ليكا بتجنن موردة وما أحلاها. لا صحتها ممتازة كتير خالة، هي إشاعات بيطلعوها على الممثلين المشهورين. لا مو لأنه هي كتير 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 محبوبة، إيه فهي إشاعة، بس ما بعرف مين هالغبي الغبي
اللي طلع هالإشاعة. إيه أكيد غيران أو غيرانة. إيه لا طمني بالك خالة. يلا هاي ميديا ثواني. ألو؟ إيه أمي؟ لك حاجة أمي تدعي عليه؟ إيه وإذا طلع إشاعة حاجة تدعي عليه؟ هلأ بيموت الزلمة؟ إيه ويموت؟ لك يا أمي يا أمي طولي بالك شوي. أمي ببوس إيدك حاجة تدعي عليه؟ أمي إجاني خط تاني سلمي على أبوي. إيه إيه طمني لأبوي وأخوي كمان. يلا باي باي. عم يتصلوا فيني من إذاعة بدهم يعملوا معي لقاء. افتحوا افتحوا الراديو على السريع. ألو أهلين. إيه أنا ميديا. إيه طبعا طبعا. خالصة كلمة أخيرة لكل المستمعين. حب أتشكر كل الناس على دعمهم ووقفتهم معي. يعني ما بتتصوري قديش أثر هالشي فيني. وبحب أتشكر إذاعتكم على وقفتها مع أزمات النجوم. وشكرا. شبكي ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ليش عم تطلع فيني؟ لأنه مو معقول حدا بيطلع على حاله هيك إشاعة. شو بتستفيدي؟ لك يا فهمانة الإشاعة شهرة ببلاش. مانك شايفة كل البلد عم تحكي فيني؟ أي كنتي كذبي لك شي كذبة تانية. معقول حدا بيقول معه هيك مرض؟ معلشي خلي العالم تزعل علي وتتعاطف معي. مين قال لك إنه العالم زعلانة عليكي؟ العالم عم يحكوا عليكي طالع نازل. والله ما كان بدك هالسمعة. إنه سمعة؟ ليش عم يحكوا عني؟ ايه معقول تقولي انه معك الايدز؟ ايه والله انفضحت بالكليه من وراكي. اه ايدز؟ وصلت القصه لهون؟ لا ومو بس هيك، يا ريت تسمعي شو عم بيقولوا كيف انتقل لك المرض. ايه وشو عم يحكوا كمان؟ قولي. شو رد ولا ما رد؟ خلص ما رح رد. ميديا ميديا جاء التلفون. مين؟ ما بعرف. الو اهلين استاذ عبد الله. لا لا مالي نايمه فايقه. موبايلي مطفي يمكن ما في شحن. استاذ عبد الله شو صار معنا مشان المسلسل؟ اه شو هالحكي؟ ايه بس انت كنت عارفان بمرضي من اول مره حكيت معي. كيف يعني اختلف التشخيص؟ يعني اذا معي ورم بيمشي الحال واذا ايدز ما عاد بدكم ياني؟ بس هذا كله اشاعه اشاعه باشاعه. صدقني مو صحيح هالحكي. طب يا استاذ انت وضح له للمخرج، قل له انه هي اشاعه مغرضه وانا مستعده اعمل تحليل ايدز واطلع انه سليمه 100%. طيب اذا اعطيته الدور لغيري ليش عم تدق لي؟ اه بدهم يقاطعوني. ايه وليش بقى يعني بدهم يقاطعوني؟ على اساس الادوار اللي عم تبعت لي اياها مقتله بعدها؟ ايه مقاطعيني بايدز وبلا ايدز. ماشي ماشي ما في مشكله. لا 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 مالي معصبه. مع السلامه. شكرا. هاي مستوس. اهلين. دخليك؟ لساتك ساكنة بنفس البيت مع هاي اللي اسمها ميديا؟ ايه لساتني ساكنة. ليش؟ لك انت شلون بتسكني مع بيت واحد؟ ما بتخافي تعليكي؟ سميحة لساتها مرضانة ميديا؟ هو علينا. لا ما انا مرضانة. ميديا ماتت ماتت. فهمتي؟ عنجد؟ الله يرحمها ويرحمنا. هو على هالكلية كله بحب ينتف تفسير العالم. لك سميحة غريب ليش ما عاد حدا دق لي يطمن علي؟ معقول خافوا من قصة الإيدز؟ العمش وتفكير محدود ومتخلف. ولي إذا دريت ميديا بآخر إشاعة طالعة عليها شو رح تساوي؟ خاصة إذا دريت أني أنا السبب فيها.
ما كان قصدي، ما توقعت هذا الأجدب يصدق إنها ماتت وروح ينشر القصه.